عارف قتلي القضبان دي ليه؟ كابتن حشرت دماغك جامد قوي مش كده؟ يا جماعة تعالوا الحقوا البطيخة اتحشرت. واه دي شكلها ما طلعاش. عيلك يا صاحبي طول بالك بالهداوة. أنا مش ههدى يا فرخة، صاحبتي تاهت. اسمعني اهدى، قلدني، لف وشد لف وشد، ما تاخدش ببالك هتطلع هوا. صراحة لو في حاجة تتقال يبقى لازم أقولك على حاجة. شكلك من النوع المألوف زغلول، بص على الجدع ده. تمام، الخلقة دي مش غريبة علي يا واصل. ايوه صح، اصل لعلمك ما بنساش الوشوش. ايوه ما بنساش. ايوه صح واصل. ايوه ده اروبه ما بينساش ملامح حد. اسمعوا ابو عيون خضرة، تعرفوا عنه ايه يا عصافير؟ أنا شفته قبل كده. أيوة صح، واني كمان لازم أفتكر، أنا هتجنن. استنى، لا أنا مش فاكره، راح عن بالي. طب قولي، كنت بتصع مع كلب اسمه كوتكوت في شارع 14؟ ها؟ صح كوتكوت الكلب الرومي. إيه؟ قولي حاجة تفكرني، أصل النسيان ده دمه ماسخ. أيوة فعلا ده دمه ماسخ. فاهم معنى ماسخ؟ عارف معناها إيه؟ آه، مفيش منكو فايدة، عايز حد قريب منه، حد بيشتغل مع ابو عيون خضرة. قط. ايه؟ قط؟ ايوه قط. ولما الاقيه لما الاقيه انا هخلي القط يلعن اليوم اللي اتولد فيه. اظن ممكن ندلك عليه.